وأغني حتى الأغنيات التي لم أجد حفظها كاملة، مثل أغنية سامحيني لعباد العماري. جانسيت فلانة ذاك الذي لو جوهلت تحت الأرباية تلبديني. سامحيني، أكتب كل ما يعتقده البعض سوءا في منظومتي الأخلاقية، حين أتخيل الأرداف عارية من خلف ملابسها. الفوز بفخذ روماني ممتلئ خير من صلاة 70 ركعة لسياسي فاسق. ألهث حيث المتع، أفترش الشوارع والأرصفة وأفضل المصاطب الخشبية منها، رغم إيماني الكامل بأن جان ديمو شخصية لا يمكن تكرارها. لكنني ما زلت أحسده، لأن عمر ما عاش بغرفة مثلنا. أبحث عن المقاهي والمطاعم في الأزقة الخلفية من شارع الرشيد، أو اللا رشيد، خافوا يزعلون الجماعة. كل ما يرب لي لا يرب لكم. راتب التقاعدي طز، فلوس مقالة كتبه طز، خدمات طز، شوارع طز 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 طز، بس الشركة الصينية بالعين. صيت الغنى ولا صيت الفقر، صيت الغنى ولا صيت الفقر. اي انا كتبت عنكم وعن نعناعة وعن الجندي الامريكي وعن حسنة وسيد خلف وعن فطومة وعن فتنة وقاط الشيرة سويتها قبل لا تروح الرحيم كندا. انا كتبت عنكم وعن الشعب من اراضي اسقاط الدولوب، وتفاجأت ثاني يوم الناس ملتمة الطالب حرامينا بالنزول من الدينار. صحيح، انزل انزل انزل، بس حرامينا أصر على عدم النزول
وطلب من مكافحة الشغب مكافحة أصحاب اللافتات. بس واحد من جماعته صرح وقال إن صاحبنا قد جاء بانتخابات دستورية. قد جاء بانتخابات دستورية ولا يخرج إلا بدستورية أخرى. دستورية اللي أمر الصناديق من ديلاب وصفنا. إيه وبعدين اقتربت المنصة من الأرض وبدأ عراقيل يتفاوض ويا أصحاب اللافتات، وأنا قلت إيه راح يصير فيك خير ومناشيرك توصل لأبعد نقطة. بس ما تغير شيء، رجع الديلاب افتر فرة كاملة، حرامينه يضحك والناس جوا صيح اسلام انزل اطلع وماكو حل. بس اكو نائب قال إن هذا الذي يحدث هو خرقا في الأمن الداخلي المنظومة. وكنا نائبة شعرها كاريه تطالب بأحقية النساء بركوب الديلاب، وأكو نائب قال هذا الشخص يتعارض مع المبادئ والقيم العشائرية، وأكو ما أدري شلون يحكي بس الناس كلها سمع. بس أتذكر قال إن العلاقات بين الدائرة الدائرية والتجمد الشطرني ما هو إلا علاقة كوم 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 كوم. يقع على المركز الارتكازي بالدولاب، ويجعلني هذا أقولها أمام الشعب، لن يخرج المارد من القم قم قم قم. من القمقم. بس الناس كانت تصيح انزل انزل انزل. حرامينه ما قبل ينزل، كل من حاجز له مقصوره، والمتظاهرين ملتمين وآل ضار بس اخذ لافتات اخذ لافتات اخذ لافتات وماكو حل. بالاخير دورت لي على كرتوني وما لقيت، بس اتذكر كتبت يا معودين نزلوا هذا الديلاب مالتنا. بس جو جماعة من حزب اس اسكت احسن قالوا سمحت شو اسمه يطالب باجراء استفتاء شرعي بأحقية الشعب وبركوب الديلاب. لك يا معود بطل، هذا الديلاب مالتنا، هذا كاتب كرتونه يا معودين نزلوا أرد أصعد جهالي، وهذا كاتب يا معودين نزلوا أرد أصعد وأشوف بغداد من فوق، وهذا هو إيراني بس هم كان يهوس وياني ما أدري شو يقول شكم شكم شكم، وهذا العجوز قلت لهم انزلوا الله لا ينطيكم بجاهل عباس أبو فاضل أرد أنزل أرد أصعد وأشتم هو الله، وهاي البنوتة صدق الله شايلة كرتونة بيضة وكاتبة إنيالكم. يا عمري إنيالنا وإنيالكم. وأنا صيح انزل 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 وهم ما نزل. بالأخير جو جماعة لابسين أسود وظلوا شايلين هرّاوات فيديهم وطا 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 وطا. وين اللي وجعك؟ وكلها صيح سلمية سلمية، بس أنا صيح سلمية سلمية. وفرقوا المظاهرات بهاي الطريقة، طريقة خلفة ماكو.
وبعدين حرامينا ما قبليتي. انا قلت خلي ارجع اكتب، بس اكتب عن شنو؟ عن الباقي بالدينار ما يقبل ينزل؟ لو عن الباقي؟ لو على شنو؟ ايه اريد ارجع اكتب شعر. ايه اكتب شعر، بس ما شاء الله شعرانا هواي. قبل كان شاعر واحد يخبص امه كاملها ويسوي ثوره، هسه شعرانا ما شاء الله باقى بربع باقى بربع باقى بربع. ايه ابو الشباب حبيبي شو تريد؟ اثنين وجداني واحد غزل. بالعافيه عليك المهرجان. يا شعور اكتب عن شنو؟ بس انا نسيت شعور بدي اقول لكم اياها. انا فخور بكم اكثر من علماء النفس، لان احنا ما نحتاج الى عباقره لاختراقنا، بل نحتاج الى نصابين. نصابين. اي ارجع اكتب شعر، اكتب شعر عنكم، اكتب شعر، بس ما راح اغير شيء. من يقرا ومن يكتب؟ ما حد. وحدكم كان مبرس من تنزع النعال تغيب الضوء بيني وبين هاي المولة العظيمة. أكتب عن حقدي تجاه وطني صاحب الخيبات الكبيرة. أكتب عن حي التلك اللي جمع كل هذا الشعب. أكتب عن شنو؟ عن الرحل؟ عن الطفرة؟ لو على الخضار المسبيات. اكتب على شطنا الاحمر الصبغ بدم ولدنا. اكتب عن شنو؟ ومن يقرا ومن يسمع وغير يتغير شيء؟ اكتب عن ذبح ولدنا وعلى شنو؟ ربي تحكي صديق بعيرة صالح قلبت الدنيا عليها وما قعدت. ربو دم ولدنا يعني البعيرة أحسن من ولدنا؟ البعيرة أحسن من ولدنا. البعيرة أحسن من ولدنا. البعيرة أحسن من ولدنا. بس أنا كتبت هاي آخر قصيدة من شلش، وشون ما يريدون يفتهموها خلي يفتهمينها. أمنيتي أن تتصالح المدينة مع الصحراء وتعانق النار خرير الماء. أمنيتي أن يتوفر لبن العصفور لملايين الفقراء. أمنيتي رغبة صغيرة ألا يحكمني السفهاء، ألا يتسلط أمير الأمراء، أن يخرج كبير الشعب إلى الأضواء. أمنيتي لا تتعدى أن ينتخب الحب رئيسا للوزراء.
أمنيتي تكبر تكبر تكبر، تريد تطالب تجهر أن يصحو الشعب النائم من الفاوي وحتى القائم، كي لا ينظر للشر إناء. أمنيتي لا زالت تحلم ألا نستورد عود ثغار، لا نستورد عود ثغار، لا نستورد عود ثغار.